مرحبا بكم أعزائي الموسيقيين في كل مكان، معكم سامر جزراوي. سوف نستعرض اليوم في هذا الفيديو أحد أنواع الفيرتشوال جيتاريست المسمى أمبر. خلينا نستكشف الانترفيس. أول شيء نشوف بهذا المكان أيقونة المعلومات اللي من خلال نقدر نشوف نافذة البرادك ويب سايت، نقدر نذهب للويب سايت الخاص بالبرنامج. أيضا عندنا ريد مانوال الكتالوج الخاص بالبرنامج، وأيضا عندنا كونتاكت سبورت، إذا صار عندنا مشكلة نقدر نتصل بالسبورت، وأيضا عندنا رقم اللايسن اللي اشتريناها من الشركة. أما في هذا المحل فعندنا النوتيفيكيشن. هذا المكان دائما يقول لك إذا في أبديت جديد أو إذا في رسالة من الشركة تخص البرنامج، يكون بهذا المحل. أنا تركتها مضوية حتى أشوفكم. شوف يقول في أبديت أفيلابل، مجرد ما تتصل بالإنترنت تعمل داونلود راح يقوم يتصل بالشركة ويعمل داونلود. راح أتركها الآن، أعمل نوت ناو وأذهب إلى هذا المحل اللي هو محل البريسيت. هذا مكان مهم جدا نقدر نستكشف منه البرنامج. يحتوي على عدد كبير من البريسيتات والكروفز واللوبات المعمولة بكذا ستايل وبكذا تايم سيجنيتشر، نقدر نتفقدها جميعا. طبعا هي بالمئات، ما راح اقدر اعمل ديمو لكل هذا الكم من البريسيتس الموجودين، بس راح نعمل شويه ديمو لبعض الاشياء حتى نستمع ونتشوق، وهذيك الساعه نقدر نروح نعمل داونلود ونسمع البرنامج بالكامل. خلينا نختار احد هذه البريسيتات الموجوده. ايضا اذا نلاحظ بالاعلى عندنا نوع الستايل، يكتب لنا نوع الستايل اللي احنا فيه، وايضا عندنا اسم الكورد موجود. تحت ذلك عندنا المكان اللي نتحكم فيه بالبرنامج اللي هو الكنترولرز. اول كنترولر عندنا ما يسمى بالكومن فريزز اللي يبدي بالسي 1 ينتهي بالبي 2، وهي الطريقه اللي يعزف فيها عازف الجيتار. ثم عندنا الستايل فريزز اللي يبدي بسي 3 ينتهي بي 2، وهي الطريقه اللي يعزف فيها اللوب لنفس الستايل. ثم عندنا من سي 4 فما فوق مكانات اللي نعمل فيها الكوردات حتى نجعل الجيتار يعزف. خلينا نستمع. شفنا راح يكون الكورد عباره عن ضربه واحده. طبعا ايضا نقدر نستخدم اصبع واحد، مو شرط نستخدم ثلاث اصابع يعطينا كورد. ايضا اذا نجي نستكشف الثاني ايضا راح اعتقد يكون ضربة واحدة بس نزولا، يعني هذا كان صعودا وهذا نزولا. اوكي نشوف هذا راح يعطينا حركة. اوكي هذا طبعا اكيد صعودا، راح يكون هذا نزولا. هذا عبارة عن ضربات، طبعا احنا حاطين 4x4 سرعة 101، ما اعرف ليش بس اتس اوكي. اوكي خلي ناخذ هذا. صارت تتغير الضربات ويصير فيها لعبات أكثر ووقفات أكثر. شوف هذه. اوكي شوف هذه.
طبعاً. طبعاً إحنا كل ما نغير من هذا المحل اسم الإيقاع تتغير كثير من الأمور. خلنا نختار مثلاً هذا الريغي. هذه اللاتش أعتقد معروفة إنه إذا نكبس عليها راح يبقى الكورد مستمر. مثلاً راح نكبس ما راح يقف إلا نطفيها. أكيد هذا من هنا نغير السرعة، نعملها نصف السرعة أو مثلاً خلينا نشوف. أوكي الآن نعملها نصف حسب ما احنا يتوالى، بنعملها ضعف. اوكي السوينج هو انه تغير بالكوانتايز. طبعا احنا ما راح نقدر نتحكم بالكوانتايز بهذا المحل، لكن نقدر ان 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 مثل ما نقول نمطفي ونعمل له ستريتش. يعني خلينا نحط اللاتش يغير بمحل الضربات. ايضا عندنا الفيل، خلينا نجربها. لانه ايضا تغير بمحل الضربات، ممكن نتلاعب بيها حتى تنطينا الفيل بانه يكون الموضوع اكثر لايف. الآن نجي على منطقة مهمة أخرى من البرنامج، وهي منطقة الفلاتر والإفكتس. مثلا بهذا المحل نقدر نسمع الجيتار بكذا ميكس مختلف اللي هم مسميه سورس. خلينا نحط اللاتش ونسمع. خلي نسمع هذا المحل اللي هو position. إذن position اللي نقدر من خلاله نتحكم بمكان الميكروفون. يعني العازف الجيتار لما يعزف تخلي الميكروفون قريب من محل أو تبعده من محل آخر. ولو أعتقد هي العملية عملية ألغاريثم بهذا البرنامج، بس صراحة شيء ذكي. الآن نجي على الناب المسمى تون. هذا يعطينا التوناليتي الخاصة بالجيتار، نحبها تكون وورم، مليانة، فول، فلات، برايت، كريسب، حسب ذوق الموزع وحسب الموضوع اللي انت تشتغل عليه. خلينا نسمع. اوكي عندنا الان بهذا المحل فوليوم، ريفيرب وكورس، طبعا تضاف حسب ما انت تحب. مثلا انا من النوع اللي اطفي الريفيرب وبعدين بالميكسينج اضع ريفيرب. اوكي مثلا خلينا نسمع الان الريفيرب. عندنا ايضا الديلي، هذه السرعة اللي تحتاجها لعملية الديلي حسب سرعة الاغنية اللي انت شغال فيها. وايضا عندنا هذا الناب يعطي كمية السيند اللي تحتاجها من اجل الديلي. افضل بهالشكل اشياء، يعني انا رأيي الشخصي انه هذولا يكونون مطفيين للاخر. اوكي حتى هاي الاضافات تتم اضافتها بالميكسينج وليس بهذا المحل. عندنا دبلينج، ممكن نعمل دبلينج للصوت. بالعموم اصدقائي
هذا تقريبا أهم ما يوجد في هذا البرنامج. طبعا أكيد إذا أريد نسمع كل الأصوات نحتاج ساعات حتى نستمعها، فالأفضل أنه تنزلوها ديمو وتستمعوا إلها وتختاروا البرنامج اللي تحبون تاخذوا. طبعا مثل ما أقلنا أرجع وأكد أنه كل واحد من هذه المحلات يعطيك مجموعة معينة، ثم تقدر من هذه المجموعة تغير بهذا المكان، ثم نقدر نغير الطريقة التي يعزف فيها العازف من الستايل فريزز والكومن فريزز. شكرا لكم أصدقائي، أراكم بالفيديو القادم. سامر جزراوي.